السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تبدون آرائكم. الأرقام ظهرت أسفل الشاشة، بالأعلى عندكم رقمين إلى داخل العراق، بالأسفل عندكم رقمين الأخوة العراقيين في دول المهجر، الأشقاء العرب من الخليج العربي حتى المحيط، وأيضا من يتابعنا من باقي دول العالم يقدر يتصل بنا على واحد من الرقمين اللي موجودات بالأسفل، ونفس الرقمين اللي بالأسفل هي مخصصة لبرنامج الواتساب الخاص بالقناة، اللي ما يقدر يتصل بنا أتمنى يدزلنا رسالة مكتوبة نقرأ لها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم على برنامج الواتساب. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملفاتنا واللي هو تفجير التنكر اللي بالبنوك. ضربت لمباء اليوم بأسباب أدت إلى حدوث انفجار بحي البنوك شرق العاصمة بغداد. أسفر انفجار التنكر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة تقريبا 15 آخرين، بالوقت اللي نفت به مديرية الدفاع المدني أن يكون حادث نتيجة عمل إرهابي على حد قولها. من جهة ثانية، قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الإشارات الأولية لحادث انفجار الصهريج بحي البنوك تشير إلى وجود خلل فني وإهمال وظيفي بس، ودعت إلى إعادة النظر بضوابط حركة ودخول الصهاريج أي التناكر إلى المدن والمناطق السكنية. من جانب ثاني، شكك شهود عيان بالرواية الحكومية وطالبوا بتحقيق شفاف للوقوف على ملابسات الجريمة والحادث. خلونا نسمع جانب من حديث شهود العيان هناك وبعدين نحكي. صار احنا بالبيت، البيوت تفجرت هنا وقعت علينا، ما نعرف شنو السبب. هاي العالم دخلت رعب مو طبيعي. اجينا هنا هنا هنا، اجينا للملعب، الملعب متفلش من السايب اللي ويا الشارع، اللي صاب هذا البيت يقال صهريج. الانفجار بذاك الصوت على اساس، وهذا شيء ما مقنع. ان كان صهريج فصهريج ما ممكن يطق وحده، يا اما الله اعلم. اكو شهداء شهداء ما يقارب ال 15 20 جثه انفعوها، واكو ملاحظه مبترين، يعني اكو شيء ايده طايره، اكو شيء راسه نصين، يعني زائدا ما حد يعرف لحد هسه شنو نوع الانفجار. هذا اللي قالوه الناس بخصوص هذا الانفجار. بهالأثناء دعت بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في ملابسات الحادث وإجراء تحقيق شامل بانفجار الصهريج شرق بغداد والكشف عن ظروف هذا الحادث المروع مثل ما وصفته، وإجراء المساءلة اللازمة بشأنه بوقت تم تشييع المئات من جثامين القتلى اللي صاروا على يد ذوي القتلى لجثامين أبنائهم. مشهد مؤلم أعاد للأذهان الأيام الدامية ببغداد. خلونا نشوفه. هذه المناظر اللي شفتوها الآن، الناس لما شافتها علقت عليها، وكان أول تعليق ويانا من منصة فيسبوك من سجاد الحاج ناصر، يقول مرة مستشفى يحترق، مرة مزار يوقع، مرة مجمع طبي ينهار، مرة صهريج يطق على الناس، كلها بسببها الإهمال وتراخي الجهات المعنية بتطبيق إجراءات السلامة، والنتيجة فقدان لأرواح الناس وخسارة إضافية للخسارات السابقة. محمد المعماري يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل على الأحزاب والميليشيات التي وضعت الشعب المظلوم تحت مطرقتها. ثائر النعيمي حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وعلى كل خائن وعميل للعراقيين. رياض سعد رياض الله يرحمهم ويشفي جميع الجرحى. بدأ اللعب بدماء الأبرياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانت هاي تعليقات الناس حول الموضوع الأول وهو انفجار الصهريج في منطقة البنوق بالعاصمة العراقية بغداد. محمد من كركوك، حياك الله يا محمد. ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذ؟ شلون صح؟ حياك الله أخوي العزيز. أول شيء أبغى الله إن شاء الله يرحم كل الشهداء ويرحم والديك يا رب. بارك الله فيك. والله هاي ما نعرف تدخلات سياسية مدري بيناتهم متشاحنين. نعم. يعني تاهت علينا تاهت. نعم. والخلل بيناتهم بين السياسيين. القانون يضربون العمق على الشعب. نعم. يعني كرأيي يعني. نعم. والحل شنو؟ يعني أنت تقول برأيك تقول إنه هاي المشاكل اللي تصير هي عبارة عن مشاكل سياسية لا غير بين السياسيين أنفسهم واللي ده يقع بيها هو المواطن. زين الحل شنو؟ الحال الحل شوفهم يتكلمون بيناتهم. يعني أقوم تظاهرات انسحب تظاهرات أي تظاهرات عليهم ما شوفهم هذا لا حول ولا قوة معاهم. زين أخ محمد أنت تقول الحل نعوفهم يتكاونون ببيناتهم، ما يعني المشكلة أنهم دا يتكاونون ببيناتهم بس دا يروح بها المواطن البريء. أدري بس تظاهرات ما تطلع عليهم تظاهرات. نعم. أي تظاهرات ما تطلع يعني نقول تظاهر عليهم تعوفهم شلون هسه بيران ماكو تظاهرات. بيران همين أكو تظاهرات. أي من إيران تظاهرات يقتلون من الشعب هالشكل. نعم. نعم. كرأي شخصي يعني لا عقد. وشكرا. شكرا شكرا لك أخ محمد. أبو عمر من الناصرية حياك الله يا أبو عمر. أبو عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمر من الناصرية شكرا حياك الله أخوي العزيز حيا الله أهل الناصرية كلهم. نعم. شكرا شكرا لك ابو عمر. هشام من بابل حياك الله يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
خويا هذه اللي سوت كل هالسوايا بالموصل هاي اذناب اذناب الفرس المجوس، كل هاي الاذيه وكل هالدمار والخراب والتهجير والقتيل بحق كل سكان اهل الموصل ومن كل مكان للموصل، هذه كلها اذناب ومخالب الفرس المجوس جيل ولا، وكذلك مخالب واذناب الصليبيين والمغول والتتر وغيرهم، ثم هذه هي ارادوها بحق الابرياء في الموصل او في مدن اخرى، هذا هو عملهم هؤلاء. يعني الجرائم اللي السابقه هل هي انكرت؟ هل هي جاهت؟ يعني لا. المعتقلات ملأت السجون ومعتقلات الابرياء، هل هي انتهت؟ كل على ايدي مخالب الفرس المجوس اولئك الحقراء ضد الحقراء، وكذلك حتى مراجعهم الحقراء دول هم جزء من الجرائم اللي حدثت في الموصل والرمادي وجالة وتكريت وأماكن أخرى، كلهم هذول أذناب ومخالب الفرس المجيوس أولئك الحقراء، والله ما أحقر من حتى من المراجع الفاسدة القدرة هذه. شكراً لك أخي هشام. ما نسمح، أنا أعتذر منك بس ما نسمح بالتجاوز على أي شخص وأي شخصية مجتمعية بالعراق. شكراً لك. محمد من أمريكا حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أسد عمرك، هاي دولة حمودي كفيلك الله، هم راح يرجعون المفخخة، قلت لكم راح يصير يوم أسود على العراق، كفيلك الله اليوم يوم بغداد ما تشوفون يا أبو الرمادي يا المحافظات الجنوبية. عمي عندي أنفسنا الشهداء لأبرار دولة حمودي، كفيلك الله هم دولة مالك وربعة تابعين إيران، كفيلك الله هم فرس المجوس يسوون انفجارات بالعراق ببغداد. نعم. كفيلك الله القتل والتهجير كل هذه العامري والخزعلي، الخزعلي 1600 عراقي مثلنا هو قاتلهم، كفيلك الله 1600 هسه اللي كانوا راح يطلع الفضايح مالتهم، اصبر لها بعد كم يوم ينزل 2000. نعم. والله العظيم دمار الشعب، هي الشعب اصحى اصحى لا تظلوا نايمين، قاتلوهم قاتلوهم، الله اكبر الله يجمع عليكم، تحياتي لقناه الرافدين. شكرا شكرا لك اخي محمد. هاجمت قوات مكافحه الشغب متظاهري عقود الجامعات اللي نظموا وقفه احتجاجيه امام وزاره الماليه بالعاصمه الحبيبه بغداد. مصادر صحفيه اوضحت انه عدد من موظفي عقود الجامعات اصيبوا بجروح بسبب تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل قوات الشغب، بحسب ما اظهرتها مقاطع مصوره تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. وحمل المتظاهرون وزيره الماليه الحاليه في حكومه محمد الشياع السوداني حملوها مسؤوليه انهاء خدمات 22 ألف موظف بوزاره التعليم العالي واللي هي طيف سامي، بصفه عقد بشكل جائر ودون النظر لسنوات خدمتهم ومال الوزاره وما قدموه للوزاره والمؤسسات التعليميه بالبلد. خلونا نشوف قبل ما نعرض لحضراتكم التعليقات على وسم طيف سامي تنهي عقود التعليم العالي. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على وسم طيف سامي تنهي عقود التعليم العالي، وكان أول تغريدة ويانا من منصة تويتر محمد عبد الله يقول التثبيت حق لنا ولن نحيد عن هذا الحق، والذي رفع السماء بلا عمد نأخذ حقنا رغما عنكم، هاشتاغ طيف سامي تنهي عقود التعليم العالي. أنوار نزار، سنوات من الخدمة تخرجت على أيدينا العديد من الدفع والاختصاصات العلمية، ليس من حقكم الاستهانة بنا، هاشتاغ طيف سامي تنهي عقود التعليم العالي.
لبنى هاشتاغ طيف سامي تنهي عقود التعليم العالي. أول ما استلمت طيف سامي الوزارة استبعدت عقود الجامعات كافة وتسببت بقطع أرزاق الناس، أي ظلم من هذا؟ أما سارة البياتي، كنا نأمل بوجوه جديدة تنصف عقود التعليم الذين تعرضوا إلى أقصى أنواع الظلم والاضطهاد، واليوم طيف سامي تعيدنا إلى نقطة الصفر بإنهاء عقودنا. هاشتاغ طيف سامي تنهي عقود التعليم العالي. كان هاي التعليقات حول تظاهرات عقود أو عقود الجامعات على أبواب وزارة المالية وراء فترة من المطالب بتثبيتهم، وراء فترة من المطالب بصرف رواتبهم بسبب كل وزارة تشمرهم من جهة إلى جهة أخرى. أحمد من ألمانيا، حياك الله. ألو، السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. نشكر قناتكم الحلوة إن شاء الله، والله يحفظكم إن شاء الله، تنقلون إن شاء الله تنقلون صورة حقيقية. حل أيامك يا رب ولا شكر على واجب. نعم الله أخي، بس أريد شوية أنصاف. إحنا يعني على المتصل قبل الاتصال أي يعني يقول مينيشيات فلان وفلان وفلان، مشكلة يعني مو بس بالعراق، الشيعة هي المدمرة العراق، أكو جهات ثانية مدمرة مثل إكراد، مثل السنة، عندهم سلطة، رئاسة وزراء، أقول برلمان، رئاسة جمهورية، وزارة الدفاع، هي يعني هالوزارات كلها، يعني مو بس الشيعة هم اللي دمروا العراق. أولا أخ أحمد، بداية خلينا نكون واقعيين، خلينا لا نحكي بطائفية. لا مو طائفية. لا بس من رخصتك خلينا لا نحكي بطائفية، لأنه إحنا ما قابلين، لا إحنا ولا أنت ولا الشعب قابل بالطائفية اللي دي سووها السياسيين بأنفسهم من 2003 لحد هذه اللحظة. لكن أرد أسألك سؤال واحد، شنو الميليشيا الكردية اللي موجودة حاليا في البصرة أو في ذي قار، أو الميليشيا السنية مثلا؟ يعني مو بس أنت، يعني أبصر شيء، ماكو ميليشيا سنية بمنطقة فلان، ماكو ميليشيا كردية مثل بيشمركة. إذا تجي على توصيفات البيشمركة راح يقول لك هاي جهة حكومية تابعة إلى وزارة الدفاع العراقية، مهمتها الدفاع عن أراضي إقليم كردستان. هذا أعطيك التوصيف الرسمي، ماذا أجاوبك أنا؟ فهي ما تعتبر ميليشيا إذا موجودة من ضمن القطاعات العسكرية، ما تعتبر ميليشيا. نعم زين، أنت بس السياسيين، إحنا مو طائف يعني والله. نعم بس السياسيين الشيعة هم دمروا العراق، ليش ما انت توجه رساله تقول سياسيين السنه كذلك مثل الحلبوسي؟ لحظه، اوقف. انت متابع برنامج صوتكم لو لا؟ لا والله اول مره انا جاي اشوف البرنامج وجاي ليش اكذب. لو متابع برنامج صوتكم ما كان قلتها، لان قبل 3 ايام كنا نحكي على محمد الحلبوسي. انا الصراحه اخي انا ضوجني المتصل الوراي يقول راح يجون يقتلونه ومنيشيات والله عمي ماكو هذا الشيء صراحه، ليش تنقلون للعالم بين الشيعة هم الناس قتلوا الدمار؟ يعني ماكو ميليشيات بالعراق؟ اكو ميليشيات اخي، اكو ميليشيات، كلهم حشاك، كلهم كلاب. نعم انا جاي اقول لك يا اخي، بس انا جاي اقول لك نقضوا الصوره الحقيقيه، السنه عندهم سياسيين فاسدين، الكراد عندهم سياسيين فاسدين، والشيعة عندهم في سياسيين فاسدين. طيب اخ احمد حتى تكون انت بالصوره الواضحه لك، انت تقول انتم ما تحكون على سياسيين السنه، لا احنا نحكي وما خلينا واحد، وهسه راح يجون بسرة موجودين بحلقتنا، ظل تابعنا وراح تشوف. هاي رقم واحد. رقم اثنين، احنا ما جبنا طائفة، احنا دا نحكي عن السياسيين بشكل عام، ودا نحكي عن اللي دا يسووه السياسيين بشكل عام. الشعب وثورة تشرين طلبوا انه يصعدون للانتخابات ويصعدون للحكومة ان يكون شخص لا مارس عمل سياسي سابقا ولا عنده ميليشيا. بالمقابل اللي دا يلزمون الوزارات الان هم كلهم عندهم ميليشيات، يعني جايين بالسلاح. اذا تجي على نور المالكي وحزب الدعوة عنده ميليشيا، إذا تجي على هادي العامري وبدر عندها ميليشيا، إذا تجي على قيس الخزعلي والعصائب عندهم ميليشيا، إذا تجي على مقتدى الصدر والأحرار عندهم ميليشيا، فكلهم عندهم ميليشيات. صحيح حجي، كله صحيح حجي. فهذا اللي احنا بدنا نحكي به. شكرا لك اخ احمد. شكرا. مشاهدينا الكرام، تعرفون يا هو يجي ويصير رئيس وزراء لازم يستعرض عضلاته. واحد يخابر اخوه، اي ما تتذكروا له لا. والجديد لا، يسوي شو اعلامي بطريقة اللعب على مطالب واحتياجات الناس. رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني زار مقر وزارة الصحة، اجتمع بوزير الصحة والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة بالوزارة، وأكد على مزاعمه أن الوزارة وعملها راح يدعمهم بشكل مباشر من قبل رئاسة الوزراء،
وأنه هو كلف فريق للمتابعة حتى يتقصى أدق التفاصيل بالعمل الخدمي والإداري والفني لوزارة الصحة. بالمقابل شكك ناشطون بهذه الخطوة وعدوها محاولة لذر الرماد بالعيون لغايات الاستهلاك الإعلامي بوقت دعا به ناشطون من البصرة السوداني إذا كان جاد بمزاعمة أن يزور محافظة البصرة وأن يوقف بنفسه على الكوارث في قطاع الصحة بها. خلونا نسمع. قسما بالقرآن لا صحة في البصرة، القطاع الخاص مفعل والعام متهالك. سيد السوداني نريدك زيارة خاصة للبصرة، وما نريدك تتقوي الشيوخ ولا تتقوي المسؤولين، تجينا بمقر مفوضية حقوق الإنسان، أي مقر يخص الإنسان. بصراحة هنا الإنسان جاي يشوفه صاير حيوان بالبصرة في سبب دائرة صحة البصرة ومدير عام صحة البصرة الما متعاون مع المستشفيات واختياره للإدارات الغير موفقة، وعندنا معاناة كثيرة. الأمراض السرطانية غزت البصرة وعلاج لحد هذه اللحظة ماكو. يعني الفقير قسما بالله اللي يتمرض يناشد يلا يحصل على الأبرة، لو يحصل دكتور يناشد له هنا بالفيسبوك يلا يقدر يجري له عملية، يروح للعام شهرين ثلاثة العملية موعدها. كانت هذه مناشدة أحد ناشطي محافظة البصرة. نطلع من الناشطين نسمع للسياسيين بأنفسهم. بهالأثناء النائب باسم خزع الخشان قال أكو صفقة لأجهزة السيباب اللي تعقدت عليها وزارة الصحة. هاي الصفقة وهاي الأجهزة تعرض حياة المرضى لخطر الموت المباشر كونها تعمل على الكهرباء فقط ببلد باستمرارية بانقطاع التيار الكهربائي، اللي يعني أنه بمجرد انقطاع التيار الكهربائي راح يموت المريض لا سمح الله. وأضاف النائب باسم خشان أنه استيراد هاي الأجهزة يعد جزء من صفقات فاسدة عديدة شملت هواية من المحافظات العراقية ومكملة لصفقة أقنعة سيباب اللي اشترتها الوزارة بوقت سابق وكلفت الصفقة أكثر من 30 مليون دينار. خلونا نسمع. 250 كان 350 احنا ما جينا اخر مره 350 ويدني يعني 350 جهاز والاستيعاب 50 وبني اصلا عطلات وفيه تغيير من ما يشتغل مو لانه يشتغل لكن على الكهرباء فقط الوطني. يعني اذا استغرب انه شيء يصير بيه يموت اكيد يعني اذا طلعت كهرباء عندنا كهرباء متقطعه يعني تجي وتروح الكهرباء ما نقدر نعتمد عليه يعني اذا انقطعت الكهرباء يموت المريض طبعا. شهادة النائب واللي دا يحكي وياه. أولاً قال كلمتين بالمقطع، قال القدرة الاستيعابية لهاي الأجهزة 50 جهاز، هم جايبين 350 جهاز وهذا الجهاز يشتغل بس على الكهرباء. إذا الكهرباء انقطعت بالمستشفى وهواية تنقطع، لا حد يجي يقول لي لا ما تنقطع الكهرباء بالمستشفى. شفتوا أصور في مرة من مرات برنامج صوتكم عملية جراحية دا يسووها بأضوية الموبايلات، يعني إذا انقطعت يقول لك يموت المريض. الناس لما شافت هاي المقاطع لي السوداني وأيضا لباسم خشان علقت على منصة فيسبوك أبو راكان الزيداوي يقول ما يحتاج، هو المريض إذا دخل المستشفيات الحكومية يموت. أما محمد الشحمان يقول شوفوا منو قدم الطلب ومنو وقع راح يبين أدكم الفاسد. محمد جاسم يقول حالهن حال أجهزة كشف المتفجرات. مهند الخزعلي يقول ليش ينشرع قلب المريض ويبقى أيام بالمستشفى متعلعل، جابوا لكم جهاز يخلصك بيوم واحد. كانت هاي تعليقات الناس حول ملف وزارة الصحة بالتحديد اللي قال محمد الشياع السوداني انه راح يدعم وزارة الصحة بشكل عام. فأنا أريد أسأل محمد الشياع السوداني، هل راح توفر العلاجات بالنسبة للأمراض السرطانية وراح توفر العلاج بشكل عام بباقي المستشفيات؟ هل راح تكون عندك سيطرة نوعية على سعر الأدوية ومبيع الأدوية بالصيدليات؟ هل راح تكون عندك سيطرة على المستشفيات اللي ما بها كوادر طبية وما بها كادر فني وما بها كهرباء وما بها أجهزة لاستقبال المرضى أو أسرة لاستقبال المرضى؟ هل راح توقف ويا المستشفيات اللي بها قوارض وحشرات وحيوانات؟ مش راح تعالج لا تعالج؟ أتمنى يطلع ويبين لنا برنامج الحكومي الدعم إلى وزارة الصحة بأي طريقة راح يكون. ملفنا الرابع مشاهدينا الكرام يخص محمد الشياع السوداني ووزراءه. احنا قلنا لكم كل رئيس وزراء يجي يستعرض عضلاته، بس الشعب معايف اللي هم جوا بكابينة وزارته
نبدأ يا حكومة السودان بوزير الداخلية بحكومة الولاية الثالثة مثل ما يسموها العراقيين، وهو عبد الأمير الشمري اللي كان يشغل منصب قائد عمليات بغداد بحقبة أيام الأسبوع الدامي خلال ولاية المالك الثانية قبل ما يقيل لعبادي سنة 2016، وأقال بسبب تفجير الكرادة والناس كلها تعرفه. وعبد الأمير الشمري هو أخو جميل الشمري المتهم بتنفيذ مجزرة جسر الزيتون بذي قار إبان ثورة تشرين وقمع المتظاهرين بالبصرة عام 2018 وتنفيذ عمليات تطهير الطائفي بديالة. وتداول ناشطون ومدونون مقطع العبد الأمير الشمري ويا من؟ ويا نور المالكي. شي أكد هذا المقطع؟ لما كان عبد الأمير الشمري برتبة عميد أكد للمالكي أنه تسنمه لمنصبه اللي كان يشغله بوقتها جرى عن طريق الخطأ. ليش؟ لأنه أكو تشابه أسماء ويا ضابط ثاني. وأنتوا تخيلوا عبد الأمير الشمري شلون تدرج بالمراتب ووصل إلى رتبة فريق ركن وراها وزير للداخلية بناء على خطأ سابق. خلونا نسمع. وين اللي وقف؟ عبد الأمير. انت بالخطا بعض هناك تدري ولا لا؟ شايفين شي خطا يصير على الكاميرا؟ على اساس قائد فرقه 12 اكو واحد اخر هم اسمه عبد الامير فطلع اسم ذاك عبد الامير وهذا عبد الامير. ده يحكي نكته. القائد العام للقوات المسلحه يقول له انت باقي منصبك بالخطا لان اكو قائد فرقه اسمه عبد الامير وانت اسمك عبد الامير فبقيت. وراها ايش سويت؟ يعني من حكى هذا الحكايه المالكي بذاك الوقت ايش سوى وراها؟ ولما شافوا اللي جوي ورا المالكي وصاروا القائد العام للقوات المسلحه وعرفوا انه اكو واحد بمنصب معين بالجيش خطا ايش سوى؟ كل شيء ما سوى. المهم نطلع من المالكي وعبد الامير الشمري اللي هو وزير الداخلية بحكومة محمد الشيعة السوداني. نروح الوزير التربية. وزير التربية اللي تصدر منصات التواصل الاجتماعي بالأيام الثلاثة الماضية وراء المقطع اللي بيّن احتفال أقاربه بإطلاق نار لحظة إعلان استيزاره واللي عرضناه لكم بحلقة صوتكم قبل يومين هنا. الوزير قال إنه المقطع ما يمثله وما يعكس الطابع العلمي للوزارة، هو عبارة عن اجتهادات خاصة غير مقبولة. ودعا إبراهيم نامس الجبوري المواطنين للتعبير عن الفرح بالطرق الحضارية والوطنية المقبولة. ويبدو أن الطرق الحضارية على حد زعم الوزير تتضمن تأليف أغاني تمجد وتمجد إلى بالذات، وهذا ما كشف مقطع مصور لحظة وصوله إلى قضاء الشرقاط بموكب مكون من عشرات السيارات الحديثة على أنغام أغنية تلوق الوزارة لإبراهيم النامس هو ربان السفينة وهو الفارس. خلونا نسمع. بعد توه صاير وزير وهذا موكبه، ورا كم شهر ايش راح يصير؟ الله اعلم. نطلع من ابراهيم النامس ونروح الى مقطع ثاني لانه المقاطع ما توقفت لوزراء السودان الى هذا الحد. ناشطون ومدونون اعادوا تداول مقطع من لقاء تلفزيوني سابق لوزير الموارد المائيه علي عون العجيلي، حمل به المواطن مسؤولية شح المياه بالبلاد بسبب الاستحمام المتكرر اللي يصل ببعض الأحيان لأربع مرات باليوم. ورا ما شبه اللي يسوي هذا الشيء، يعني هو علي العجيلي قال اللي يسبح أكثر من أربع مرات شبهها بالبطة، وقال أنه اللي دي يسوي هذا الشيء هاي الوصف اللي وصف لها، واستخف بعقول الناس و عقول المشاهدين في محاولة للنأي بالنفس عن ما سوت الحكومات واللوم اللي سوت الحكومات، وأيضا الجزء اللي من سوء إدارة ملف الموارد المائية والتأثيرات السلبية لهذا الشيء. خلونا نشوف
شنو اللي قاله علي العجيلي قبل ما نستعرض التعليقات الساخرة حول المقطع؟ أحياء ما يوصلها ماء بسبب شبكات المياه. أحياء يدخل يسبح 4 مرات باليوم، شنو بط يعني؟ هذه ترى شوفي، هذه ثقافة يعني الإنسان لازم يكون واعي إلها. لازم أنا الحقيقة الشيء اللي أني يعني يهمني أنه أنت تعلم الناس كل الأفراد أنه هذا المي نعمة من رب العالمين يجب الحفاظ عليها. أتصور أهاليتنا كانوا يعلمونا أنه عدم الإسراف وعدم التبذير، بس أيضا بما أنه هم حكومات دينية مثل ما يدعون النظافة من الإيمان، بس أنا أول مرة أسمع أنه المواطن من يصبح يصير شح بالمياه. الناس لما سمعت التعليقات لني وشافت هاي الفيديوهات علقت على هاي المواضيع، وجبنا لكم أول تعليق من فيسبوك من أم تبارك تقول الحمد لله والشكر هاي اللي الله قدرك عليها، ما تقدر تقول إيران قاطع المي علينا وغيرت مجرى الأنهر الأراضيها. محمد السماوي يقول هيك انحلت مشكلة المي وظلت بس الوجبة، لا تاكلون 3 مرات باليوم، أصلا الأكل الهواي مو زين على مود المعدة، قللوا حتى الوجبة تبقى هواية عندكم، دمتم بخير لخدمة العراق العظيم. علي الدراج يقول سوي عدادات بالحمامات، أي واحد يسبح مرتين يدفع ضريبة. جليل البصراوي يقول أوسخ حكومات في تاريخ العالم حكومة العراق. كانت هاي التعليقات حول قضية وزراء محمد الشيع السوداني وتعليقاتهم، وشون واحد صار وزير بيهم. أبو أحمد من بريطانيا حياك الله. يا دكتور أستاذ أسيل وعلى قناة الرأس. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أول ملف كان ملف الصهيوني. أنا حسب رأيي أنه التفجيرات اللي كانت تصير بالعراق اختلاف بين السياسيين السنة والشيعة. نعم. بس هم مختلفين، شكلوا حكومة وكل واحد أخذ مالاته. فأعتقد أنه هذا خطأ فني، لأنه خزن هذا الصهريج في منطقة سكنية قريبة من المولدات، وهذا فالشيء خطأ يجب أن يخزن في مكان آمن. No. هذا أول وحدة. عفوا. الشغلة الثانية حول العقود، هذه حلها سهل، بما أن الإمارات ما جابت نتيجة أتحول إلى أجمع تواقيع على مستوى العراق كله من اللي أنت أقودهم، أروح إلى لجنة التعليم العالي في البرلمان، وأكل لجنة التعليم عالي، أروح أقدم شكوى هناك بشكل أصولي، وأجيب لي فتشم قناة مثل قناتكم وقناة أخرى وطنية، يصورون يابا إحنا هذه تنطالب بشكل سلمي 100% بشكل عريضة وطلب رسمي يمثل رأيهم كلهم 100% راح يتم الجواب عليه، ما ينترك هيك مظاهرات وقمع وهاي الشغلات. الملف الثالث الملف الصحة. الصحة أصلا هم ما يردوها بعد تصير حكومية، هاي معروفة، لأنه هسه تكون لجنة الصحة في البرلمان، هذا تخصص ميزانية لكل مواطن إيش قد لازم يعطوه حصة من النفط اللي دي يتحول إلى خدمات وإلى صحة. نعم. هاي تضيع، ما حد يهتم فيها، تتحول إلى رواتب وامتيازات لهم فقط وجماعتهم. نال المصيبة لازم واحد يروح يدور عليهم يقول لهم تعالوا ما نحن حصتنا من النفط هذه، إحنا ما نريد فلوس، نريد خدمات، نريد كهرباء، نريد صحة صحيحة. وأما أنا المناصب خاصة تباع، هاي معروفة من الأول، المناصب العسكرية تباع، اللواء $1,000,000 المدري شنو أمر الفصيل بهالقد. وأنا بس طلب بسيط عندي لكم، أنتم قناة جدا عظيمة جدا، يبتعدون بعض المتصلين عن النفس الطائفي، إنه ما يخدمنا، صدقني ما يخدمنا، إحنا عراقيين محبين للعراق وغير محبين. أبو أحمد يعني. أبو أحمد المناصب تباع على عيني وراسي، بس مو واحد يقعد يسلم منصب عسكري رفيع أو برتبة معينة وبعدين يجي القائد العام للقوات المسلحة يقول له لا دير بالك ترى أنت لازم المنصب مالتك بالغلط. إذا لا عادي، هاي عادي، هي شنو الفوضى؟ يجون كل واحد جيبه ما يدرون ولا شنو وزير التعليم العالي، أول مناصب وزير التعليم العالي خريج جامعات، الحكومة نفسها ما معترفة بهاي الجامعات اللي تخرج من حدها، هاي مهزلة مو مهزلة هذه. يعني إحنا داري ندقق على وزير وعلى منصب هذا أكثر من حقك. وأنا أشكرك جدا بس على طلبي الأخير اللي قلت لك. شكرا لك أبو أحمد. ياسين من ديالى حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم. حياك الله أخويا. أستاذ الكريم، إحنا نريد حكومة بدون أحزاب. وبل حكم السابق تفتيالات لا كل شيء، يعني كل شيء ما فاته كله طيل وقصر.
نعم. اي يوميا احنا حارقين واحد، يوميا مفقدين جانح، يوميا دمرين شوارع، يعني كل شيء ماكو هيك. نعم. زين؟ الاحزاب احنا نريد هسه حكومه بدون احزاب. نعم. نريد الشعب هو يجيب رئيس. نعم. شكرا جزيلا لك اخي حسين. مشاهدينا الكرام، قبل ما نروح للفقره الثانيه نذكر بالمواضيع. موضوعنا الاول، ملفنا الاول هو الانفجار الصريجي اللي صار بالبنوق اليوم. ملفنا الثاني هو تظاهرات عقود الجامعات امام وزاره الماليه في العراق بسبب طيف سامي وانهائها الى اكثر من عقد للمتعاقدين. ملفنا الثالث هو استعراض محمد الشاع السوداني وزاره الصحه، وايضا العقد اجهزه السيباب اللي طلعها باسم خشان. ملفنا الرابع اللي هو قضية الوزراء، وزير الداخلية وشون لازم منصبه بالغلط، وزير التربية اللي سوى له أغنية ويقول أنا ما أقبل بإطلاق الرصاص، ووزير الموارد المائية واللي عول على المواطن، وعفوا حمل المواطن مسؤولية شح المياه اللي يصبح أكثر من 4 مرات وشبهها بالبطة، هو اللي دي يسبب بشح المياه. ننتقل إلى قضية أخرى وهي الجوازات الدبلوماسية. كشفت وزارة الداخلية عن إصدار أكثر من 4000 جواز سفر دبلوماسي خلال سنة، يتيح لحاملة الدخول إلى 13 دولة، ويمنح الجواز الدبلوماسي بحسب القانون إلى رؤساء الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، إضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء حكومة كردستان العراق مجلس الوزراء بالإقليم، ويمنح لأعضاء البرلمان وبرلمان حكومة كردستان العراق الحاليين والسابقين فضلا عن درجات خاصة مع وجود استثناءات لوزير الخارجية وفقا لوكالة الأنباء الحكومية. ويتجه المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالجوازات الدبلوماسية اللي تصدرها وزارة الخارجية بالعراق بسبب الاعتباطية، الفساد، عدم الاستحقاق بمنحها. عادة ما يمنح قادة الأحزاب والمقربين منهم من أعضاء الميليشيات جوازات سفر دبلوماسية أثارت شكوك دول مختلفة. حتى نعرف تفاصيل أكثر ويانا هالإنفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي، خلونا نشوفه. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى بمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. 4000 جواز سفر بسنة واحدة، وذكرنا لكم منه يحق لهم بالقانون أنه يأخذ جواز سفر دبلوماسي، بس ما الأعضاء البرلمان الحاليين والسابقين، يعني راح يجي وقت من الزمان إذا مشينا على هذا الوضع
ما يبقى واحد بالعراق ما عنده جواز دبلوماسي. واللي من المفترض انه اللي يطلع من البرلمان بعد ما يحصل هذا الجواز، لانه اكو دول بالعالم كلها الرئيس نفسه لما يطلع يرجع مواطن عادي، ما يبقى بصفته الرسميه السابقه. على كل من. ابو علي من الديوانيه حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي ترى التصويت والميزانيه السياسيين، الشعب العراقي ما قابض منها شيء. نعم. لا صحه لا خدمات على مستوى العراق في المناطق الجنوبيه. نعم. يعني هاي الميزانيه لو تصير ترليونيا بالسنه، المواطن هم قاعد بالديور الصفيح وما الى لا صحه ولا كهرباء وبس الضرائب. يعني من 2003 مرة صدام تاخذ 200,000 دولار في الشهر، وابن البصرة قاعد بارض التجاوز وبيوت طين، وابن الديوانية وابن خياي الله يرضاها. زين انتم السياسيين تعرفون بالكلام بالقران انكم ما تخونون العراق، وطلعتوا اكبر خونه من 2003. والله ما توقع بيهم شريف، لا والله والله ما سوت، ما حد سوى سوايتهم بالعالم كله. هيك الدول الاوروبيه لا دين ولا ديانات، بس نظام وقانون، ويحلفون بالتوراه والانجيل ويوفون بهم، لا يحلف بالقران. وثاني يوم يبوك زي كل برنامج حصل 4 مليارات، هذا اعلام مالته منين جاب لها وراث مدفه ملايين 10 ملايين منين جاب هاي؟ نعم. يعني الفساد دخل العراق نقله من كبيرهم الى صغيرهم، وما يخلصنا من عدم غير بس الامام المهدي ان شاء الله. نعم. شكرا لك ابو علي. هم ابو علي بس من لندن، حياك الله يا ابو علي. الله يحييكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. ما اعرف المواضيع هوايه هي. ايه انت على قهوه يعجبك تحكي. والله هي هوايه مصيبه. يا شنو يعني؟ راح اشرح لك اياها على السريع. الموضوع الاول هو الانفجار اللي صار بالبنوق بصهريج، الموضوع الثاني اللي هو تظاهرات المتعاقدين بالنسبه الى وزاره التعليم العالي امام وزاره الماليه، موضوعنا الثالث محمد الشاعر السوداني يقول راح يدعم الملف الصحي والقطاع الصحي، وباسم خشان طلع وقال اكو اجهزه استوردوها تسبب الموت للمواطنين بسبب اعتمادها على تيار الكهربائي اللي ينقطع باكثر من مكان، موضوعنا الرابع اللي هو وزراء محمد الشاعر السوداني عبد الامير الشمري مثلا وزير الداخليه، اكو مقطع سابق ويا نور المالكي، نور المالكي يقول له انت لازم منصبك بالغلط لان اكو تشابه اسماء ويا ضابط ثاني. وزير التربية قال اللي طلع قبل فترة جماعته وأقاربه يطلقون الرصاص الحي والأحاديات بسبب استزاره، قال أنا ما أرفض هذا الشيء بس طلعوه بمقطع ثاني دايما جدون بيه بأغنية بالشرقاط. والملف الثالث هو علي العجيلي اللي صار وزير موارد مائية، أكو لقاء تلفزيوني سابق لما كان مدير عام يقول سبب شح المياه بالعراق هو المواطن، لأن المواطن يطب له حمام يصبح 4 مرات مثل البطة مثل ما هو وصفه. نعم. ميليشيات يعني معروفة. نعم. تتوقعون منهم انتم. بعدين هذا محمد الشياع السوداني ما كان مجرب. هسه هم لا يسمعون كلام الأئمة، لا يسمعون كلام المراجع. مو يقول لك المراجع ما قالوا المجرب لا يجرب. نعم. هذا مو مجرب عني، ما كان وزير، ما كان محافظ العمارة، وكان كذا لم كذا وزارة يعني. تتوقعون منه هذا محمد الشياع السوداني؟ هو حزب دعوة حرامي مثل. نعم. لص مثلهم، عميل خائن، هذا أكثر عميل خائن هو هذا محمد الشاعر. هو العراق من سوء إلى أسوأ. يعني هي نفس النفايات يدورون بها، ساعة يسووا محافظ، ساعة يسووا وزير، الآن يسووا رئيس وزراء. وإلى متى؟ ما تعرف إلى متى. نعم. إي هاي بالآن. نعم، شكراً شكراً لك. حياك الله. استذكر مغردون ومدونون تصريح سابق لرئيس الحكومة الحالية محمد الشاعر السوداني أكد به أن ثورة الجياع قادمة إذا ما أعيدت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار إلى السعر السابق. إجا هذا التصريح بمنشور نشره السوداني على صفحته الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء بتويتر وفيسبوك بشهر آذار من العام الماضي. طالب به الحكومة السابقة والبرلمان أنه ما يعاندون وما تأخذهم العزة بالإثم على حد وصفه، بإشارة إلى إصرار حكومة كاظمي على اعتماد صرف سعر صرف الحالي اللي ما يزال معمود به على الرغم من تسلم السوداني الوزارة قبل أيام. وتعجب المدونون من تناقض السوداني حينما تفاعلوا على وسم خفض سعر الدولار
مطلبنا أو خفض سعر الدولار مطلبنا اللي اخترنا لكم من التغريدات التالية. أول تغريدة من سهير الجميلي تقول هاشتاغ خفض سعر الدولار مطلبنا، لنرى غاندي السوداني هل سيخفض سعر الدولار أم أنها مجرد شعارات وعنتريات صدع بها رؤوسنا. سيف الجنابي، انتعاش الاقتصاد وزيادة الاحتياط ما الداعي لبقاء سعر الصرف العالي، هاشتاغ خفض سعر الدولار مطلبنا. حيدر، سينهض من صميم اليأس جيل شديد البأس جبار عنيد، احذر ثورة الفقراء يا محمد الشياع، هاشتاغ خفض سعر الدولار مطلبنا. عادل العيبي، هاشتاغ خفض سعر الدولار مطلبنا، وإن تم ذلك فسوف يهرب بأشكال وألوان أو يهرب بأشكال وألوان مختلفة إلى الجيران. كانت هذه التغريدات حول هذا الوسم اللي تصدر ترند العراق اليوم. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، وصلتني رسالة وحيدة بالبرنامج اليوم. السلام عليكم، كم رئيس وزراء حكم العراق؟ يا هو اللي يقعد على الكرسي لم يعمل شيء حول المعتقلين، وإنجاز كل رئيس وزراء يرمي الأبرياء في السجون، وأصبحت السجون متخومة بالمعتقلين، وكأن أمرهم لا يعني أي رئيس وزراء لأنه من جنس العتاقة. مشاهدينا الكرام، هذا أغلب ما تم تداوله اليوم على منصات التواصل الاجتماعي، لكن السؤال اللي ينطرح هنا، حكومة جديدة وزراء جدد بس الشخصيات معروفة بالنسبة لكم، أنتوا قابلين بيهم لو لا؟ اللي دا يطلع الشعب ما قابل بهم، شنو كلمته يمكم؟ هاي بعد عليكم وعلينا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. في أمان الله.